أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. طبعا أصدقائي، بهذا الفيديو راح أتكلم عن أهم قرارات اللي ممكن تصدر على البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة أو خلال في جلسة رفع الفائدة بعد 38 يوم من الآن. طبعا أصدقائي، كان يوم الجمعة في اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وعضو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي تكلمت عن احتمالية رفع الفائدة. طبعا رح نعرف كم من الممكن يرتفع الفائدة وشو هو اتجاه البيتكوين القادم. طبعا اما نبلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط رح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو. طبعا اصدقائي، اعلنت ماري دالي اللي هي عضو في البنك الفيدرالي الامريكي، طبعا اشارت الى قوة قطاع التوظيف في الولايات المتحدة الامريكية، وقالت انه البنك الفيدرالي الامريكي راح يتخذ خطوة الى الخلف، وطبعا راح تكون الفائدة اقل من 75 نقطة. ارتفاع الفائدة باقل من 75 نقطة هذا امر ايجابي جدا للاسواق العالمية مثل سوق الذهب واسواق الاسهم والعملات المشفرة. رفع الفائدة ما بين 25 نقطة الى 50 نقطة، طبعا هذا الامر بيعطي دفعة كبيرة للاسواق العالمية. اكد الدالي انه رفع الفائدة راح يكون ما بين 25 نقطة الى 50 نقطة. طبعا قالت انا ما بنفي رفع الفائدة بنسبة 75 نقطة، لكن على الاغلب راح يتم الرفع ما بين 25 الى 50 نقطة. هذا امر ايجابي جدا للاسواق العالمية. طبعا اذا تم رفع الفائدة بنسبة 75 نقطة راح يتم انخفاض في سوق الأسهم والعملات المشفرة. آخر رفع للفائدة بنسبة 75 نقطة كانت في عام 94. وطبعا أصدقائي، أكدت كمان أنه في عام 2023 راح يتم رفع الفائدة فقط 25 نقطة أو 50 نقطة، يا إما بيتم رفع الفائدة 50 نقطة مرة واحدة أو بيتم رفع الفائدة 25 نقطة مرتين. يعني اجمالي عام 2023 المحدد الفائدة ترتفع بنسبة 50 نقطة فقط. تخيل انت الكمية شقد بسيطة، يعني في عام 2022 تم رفع الفائدة 450 نقطة، لهيك صار انخفاض كبير بالاسواق العالمية خلال هذا العام. لهيك بعام 2023 رح يكون عام ايجابي لسوق العملات المشفرة، مثل ما شفنا عام سلبي بعام 2022، عام 2023 رح يكون عام ايجابي جدا للاسواق العالمية، وخاصة اسواق الاسهم والعملات المشفرة. رفع 50 نقطة في عام كامل هذا امر ممتاز جدا جدا. شو بالنسبة لتحليل بيتكوين والدولار؟ طبعا اصدقائي، في عندي نموذج. بينجح النموذج اذا حافظنا على منطقة 18500. حاليا لمسنا بالامس منطقة 18600 وارتدينا الى منطقة 19000، حاليا 19160. طبعا اذا بنشوف النموذج الموجود امامكم تقريبا شبيه بالنموذج المرسوم حاليا. عندي قمة اوطى من قمة مثل ما شايفين امامكم، قمة اوطى من قمة طبعا، وعندي قاع اوطى من قاع. بعد ما بنرسم ترند على القمم وترند على القيعان بينجح النموذج، بصير عندي حركة صعودية إذا كسرنا الترند. حاليا مجرد كسرنا لمنطقة 19500 رح نتوجه إلى منطقة 20500. طبعا الهدف الأول كسر القمة، بينجح النموذج في حال كسرنا القمة السابقة. مجرد كسرنا القمة السابقة رح نتوجه إلى مناطق 22500. مجرد كسرنا لا 22500 راح نقول انه نحن حاليا في اتجاه صاعد للبيتكوين والاسواق العالمية. طبعا عندي احتمالية كبيرة حاليا في الايام القادمة نكسر منطقة 19500. مجرد نكسر 19500 تقريبا بدأنا في عام او بدأنا في مرحلة جديدة في البيتكوين. لكن بيفشل النموذج اصدقائي اذا كسرنا منطقة 18500 وفقدنا منطقة 18000. بهاي المرحلة اصدقائي راح نضطر ننزل لمنطقة 16000 اللي هي منطقة عكس الاتجاه. بهاي المنطقة انعكس اتجاه البيتكوين الى منطقة 60000 دولار. لهيك انا الدعم التالي اللي عندي بعد منطقة 18000 دولار هي منطقة 16000 دولار. طبعا إذا حافظنا على منطقة ما بين 18500 إلى 18000،
طبعا حاليا اذا ارتدينا نتغير اتجاه البيتكوين وسوق العملات المشفرة. شو بالنسبة للدولار اصدقائي؟ خلينا نفتح الدولار مع بعضنا. طبعا الدولار حاليا في حالة هابطة جدا. طبعا اصدقائي عندي ترند صاعد، ونحن حاليا قريبين من كسر الترند الصاعد. كسرنا لمنطقة الترند الصاعد بيوجهنا الى منطقة 110 نقط. طبعا بالامس صار عندي تقلبات كثيرة، لمسنا منطقة 113.90 ورجعنا حاليا لمنطقة 111.87. حاليا اصدقائي كسرنا للترند عند منطقة 111.70، هذا الشيء بودينا الى منطقة 110 نقط. حاليا مجرد ما ينخفض الدولار بيؤدي الى ارتفاع العملات المشفرة والاسهم. نحن حاليا بانتظار فقط كسر لهاي المنطقة، منطقة 111.70. شو العملة الرقمية لأصدقائي اللي ممكن تنفجر؟ عندي عملة الـ RSR. هاي العملة أصدقائي كل مرة بتلامس دعم 58 العملة بتطلع وبتعمل قمة. طبعا أول مرة لمسنا هذا الدعم توجهنا إلى منطقة السنت ونصف، يعني تخيل ارتفاع أكثر من 200%. خلينا نحط المصدر أصدقائي من هاي المنطقة، عندي مربح تقريبا 120%. طبعا في المرة الثانية اللمس توجهنا الى منطقة 99 وبعدها الى منطقة 87. وطبعا المرة الاخيرة اللي لمسنا هاي المنطقة توجهنا الى منطقة 1 سنت. حاليا نحن بنفس المنطقة اصدقائي عند اتجاه صعودي، فشلنا بالامس بكسر منطقة 58 وهذا امر ايجابي جدا، دعم قوي. حاليا نحن متجهين الى الفيبوناتشي. طبعا حاليا متجهين الى منطقة 65، مجرد ارتكازنا اعلى هاي المنطقة راح نتوجه للمنطقة الثانية اللي هي منطقة 75 بعد منطقة 81. لكن الشيء ببشر انه حاليا عندي ارتداد واضح لهاي العملة، وفي الايام القادمة ممكن نرجع نشوف منطقة 1 سنت. يعني عندي هدفي بهاي العملة هو مربح بيوصل الى 100%. اللي بيحب ياخد هاي العملة تخزين مدى بعيد فيوتشر او سبوت ممكن نطلع منها بمرابح هائلة جدا. طبعا الاشخاص اللي بيشتغلوا فيوتشر بتقدر تربح من هاي العمله 2000%. انا مخزن من هاي العمله فيوتشر عم ننتظر ارباح توصل الى 2000% بصفقه واحده. اصدقائي هم كون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامه ودمتم بخير.